لك شقة في سكايلاين، مشاويرك كلها حواليك، مشاويرك كلها سكايلاين، أكبر مبنى سكني في العالم من معمار المرشدين. من غير ما تقولوا وتلتوا قولوا للحسد اهدم بطوا، هاتهم عالشاشة يتحطوا، والنعمة اتخلقوا كده دوتوا، عزمي وأشجان، عزمي وأشجان، عزمي وأشجان، عاملين قلبان، عزمي وأشجان، عاملين قلبان، دول جبني يا إنس وعصص بنسو في الأشجان، جبني وشاكي شان، لا كمال وشادية ولا نور وبوسي، أشكان وعزمي لأ دول خصوصي، وأنجلينا وبراد تكان، تكان زمان، عزمي وأشكان، عزمي وأشكان، عاملين قلبان، عزمي وأشكان، عاملين قلبان، دول جني يا إنس وعصص بنس وفي الأشل جني وشاكي شان. في الدنيا بص شوف كم بطن مخلفة، إنما أشكال وعزمي دي دماغ متكلفة، مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة، بصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر، هو بنطلون أشكال تبقى الكسر، عزمي وأشكال، عزمي وأشكال، أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري، كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي، بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة، ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان، عزمي وأشجان نعم يا اختي، هتقعدي معايا في شقه لوحدكم ازاي؟ انت متجوزه جد؟ ايه رايك في مملكتك يا ست البلد؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ ده بابا بيحب يغني، احنا ما اتفقناش على حكايه بابا دي، يلا بقى آن الاوان. جن مادي حقير، طلباته كتير. طلباته ايه؟ سمك فيليه، ايه؟ عقد الماس 160 فصل. ده الشيخ ايمن جاي يا حبيبي عشان يرجعنا لبعض، وانا طلقتك عشان ارجعك. ايه اخبار جنوب السنة؟ عسكري خد لي البغبغاء ده ودهولي على البوكس. بتناديني تاني ليه؟ لا يا اخوي انا خلاص طبت الى الله ومش هلعب بديني، واحب مراتي وبيتي وكل حاجة، بس غربة من هنا باي طريقة. مع السلامة يا سيدي. انا عايز اقتحام سريع، سرعة ونشاط في تحريك الاشعاب. نشاط يا فندم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مشاكس. هو فين؟ انت هو فين؟ اهو يا فندم، الكلب ده نفس النوع بالظبط. اها خير يا فندم، في حاجة؟ انا مش جاي لك انت، انا جاي له هو. شفت الكلب ده فين قبل كده؟ حضرتك بتسأل الكلب؟ طب ما تسألني انا. علمك الكلب ده اذكى مني ومنك، لو سمحت سيبني اشوف شغلي. ايه علاقتك بالكلب ده؟ واضح يا فندم انه ما يعرفش اي حاجه. امال مين اللي يعرف يا حسام بيه؟ مين اللي يعرف؟ استنى بالله يا فندم بس حضرتك، وان شاء الله هنلاقيه. هنلاقيه فين؟ عسكري خد لي البغبغاء ده ودهولي على البوكس. طب يا فندم بس لو حضرتك تقولي بتدور على ايه وانا اريحك. بدور على الكلب ده. بسيط يا فندم، ده فرنشي بلدوج، عدده قليل قوي في مصر، يعني على مستوى الجمهوريه كلها ما يجيش حوالي 800 كلب. 800 كلب؟ فعلا فعلا يا حضرة الضابط، عدد محدود جدا وقليل جدا في الجمهوريه.
انت تسكت خالص، تسكت خالص وما تتكلمش ولا تتفوه باي جمله. عرفت ليه يا حظابط؟ انا سالت الكلب ما سالتش البياع. عداك العيبه يا امهر باشا. يلا بينا يا حسام بيه. اتفضل يا فندم اتفضل. اسمع، خلي الكارت معاك، لو عرفت اي معلومه عن اي كلب فرنش بولدوج تكلمني ضروري. حاضر. اوعى تتاخر. لا 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 تحت امرك. ايه ده؟ انا شايف في قصور ذهني. فين بس يا فندم حضرتك؟ اهو انا كويس اهو. في تخلف عقلي. انا ماشي نظيف والله العظيم يا فندم. ايه ده يا حسام؟ انت بتدي له كارت من كروتك؟ وانا كروتي خلصت؟ معلش يا فندم. لا كروتي خلصت. الامر اختلط عليا، انا اسف حضرتك اسف. في اختلاط فكري يا حسام. معلش يا فندم. طبعا شوف شوف يا فندم اهو. العقيد امهر رمانة الميزان، اهم عقيد في مديريه الامن كلها. تمام تمام فاهم. تمام تمام شكرا تمام. ما تتصرفش من دماغك يا حسام. اسف حضرتك. ما تتصرفش ابدا من دماغك. انا اسف. الله يخرب بيت الوسطى اللي حضيتكم علينا يا اخي. اتفضل يا استاذ. مكتبك. مكتب ايه حضرتك؟ بس احنا في الشارع. احنا خدمتنا في الشارع يا استاذ. اتفضل. انا اسف يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. باشا يرد عليا طاليه بطاليه. يا امهر باشا حقك عليا. المهم دلوقتي ايه الخطوه الجايه في القضيه؟ انا شايف في قصور ذهني. قصور ايه بس يا فندم؟ في هرتقه فكريه يا فندم. القضيه هتضيع. في عدم احترافيه في الاداء. ارجوك يا فندم فهمني، احنا هنتحرك ازاي دلوقتي؟ شباب شباب ومحتاج يتعلم. الخطوه اللي جايه يا افندي ان احنا نروح لبيت سياده اللواء عشان نبلغه بكافه التطورات. سياده اللواء مش بايت في بيته الليله دي. امال البيت فين؟ اظن مفهوم. ألف مبروك عليكم الشقة، وعقبال ما تسددوا كل الأقساط. الله يبارك فيك. استأذنكم ثواني هجيب لكم الإيصال. مش فاهم يعني فين إيه لازمة القرارات المتسرعة دي؟ يعني شقة 70 متر، طب ما أنا عندي شقة 110 متر دي غير المناور. بقول لك إيه، ما تجيبليش سيرة الشقة بتاعتك دي. يعني إيه يعني؟ أنا مش فاهم. ده أنا دافع 4000 جنيه مقدم، أرميهم في الأرض؟ دافعهم في الصحراء. بقول لك إيه يا عماد؟ الشقة دي هنستلمها كمان 6 شهور والمباني خلاص بتتشطب. مش الشقة بتاعتك اللي أنا مستناها سنتين؟ 3 سنين. طب بذمتك انت مش مكسوف وانت بتقول لي كده؟ مكسوف؟ مكسوف يا حبيبتي والله. بس يا نيفين انا مبادئ ما تسمحليش ان انا اتجوز في شقه انت اللي دافعه ثمنها، يكون في علمك يا نيفين. قسما عظما ما هنتجوز غير في شقتنا. يبقى مش هنتجوز عمرنا يا عماد. يا حبيبتي انا ما عنديش مشاكل ان احنا نتجوز في شقتك، بس برضو يعني هندفع الاقساط منين؟ ده انا محتاج اشتغل 4 شغلانات فوق شغلانتي عشان ندفع، وانت برضو يا حبيبتي مش كل يومين ثلاثه هتكسبي قضيه كبيره. ليه لا؟ مفيش اكتر من القضايا. انا مش فاهم عايزانا في ايه البت نيفين دي؟ والمصحف لو طلبت مليم زياده لاجيبها من شعرها. عيب يا عزمي، مهما حصل برضو دي خطيبه صاحبك، انا اللي هجيبها من شعرها السحلول ده عشان على اخري منها. يا عيني عليك عماد يا صاحبي، وقع في واحده سماويه عامله فيها بريئه كده وكيوت وهي نصابه وحراميه. لاحظ انك بتخبط في الحلال. بيبي انت حاجه تانية خالص، لا وجه للمقارنه على الاطلاق. انت نصابه واضحه دغري، ماكيش في اللف والدوران، انما نيفين دي يا ساتر عليها. ايه ده؟ هي مش جايه تقعد معانا ولا ايه؟ شكلنا كده مش شايفانا من النضاره اللي هي لابساها. يا نيفين نيفين شش ما تبصوليش، هنتكلم من هنا عشان ما حدش ياخد باله. ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ طب ايه لازمه الشحططه دي يعني؟ مش فاهمه. الحيطان ليها ودان على فكره؟ وهي الناس اللي هنا يعني ودانها مقطوعه؟ سيبك من السسبنس اللي انت عاملاه ده. مش عارف تعالى نروح لها. بقول لك كده الحيطان ليها ودان وبتاع. هاي يا نيفو يا حبيبتي، قولي لنا بقى عايزه تقابلينا ليه يا ماما؟ هو ده اللي هتجيبها من شعرها؟ جايبينها هنا لنيفين وعايزه مننا ايه؟ بصوا يا جماعه انا مش هخبي عليكم، انا عندي احلام كتير قوي نفسي احققها. نفسي في عربيه ميني كوبر، ونفسي في بيت على البحر، ونفسي في لبس كتير قوي، انا بحب اللبس قوي. انت بتكلمي اسامه منير؟ جايبينها هنا تحكي لنا عن احلامك؟ خشي في الموضوع قوي يا حبيبتي عشان انا حيشاه عنك وانت واقفه لي هنا كده. ما هو ده الموضوع يا اشجان، احنا كلنا عندنا احلام ولازم نقف مع بعض ونحط ايدينا في ايد بعض ونكمل المشوار. انا هديكي صوتي على فكره، انت مرشحه نفسك للرئاسه، ما تنجزي بقى يا نيفين. بيبي بيبي خلاص اطلعي انت بره الموضوع، انا فهمت كل حاجه. بص يا نيفين نصب تاني مفيش، ها احنا عايزين نعيش في امان الله زي باقي البني ادمين. طب مش عايزين تعرفوا العمليه دي هتكسبنا كام؟ سوري يا نيفين مش هننصب تاني، احنا رايحين نزور بيت الله. 5 مليون جنيه. الو ايه؟ سلامتك يا طهرة. ان شاء الله انا وانت، ان شاء الله انت وانا لا، ان شاء الله احنا الاثنين لا. تف من بقك.
حاضر. ايوه كده، ما تقولش كده على نفسك. لا 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 لا، هما العيانين بيحلبوا بالشكل ده؟ انا اللي محليني كلامك الحلو. طب ده انا خايفه سكري يعلى من الكلام الحلو. يعني خليه يطرطش في الكل. ربنا يحبب فيك خلقه يا رب. ممكن حضرتك تسيبها ترتاح شويه عشان الكلام غلط على حالتها؟ هو انا اشتكيت لك دلوقتي؟ بتتدخلي في ما لا يعنيكي ليه؟ ما هو طب انا نفسي الدكتور فايق هو اللي يتابع حالتي. بجد؟ حضرتك دكتور؟ انا طبيب جراح قلوب الناس بدويها. طب ممكن كلمتين على جنب؟ طب ليه على جنب؟ ما تعتبري هنا على جنب. لا حضرتك، ده حاجه مهمه قوي ومحتاجه فيها الدكتور. انا هستناك بره يا دكتور. اتفضلي. دي هتستناك بره، خلي بالك على نفسك يا فايق. مش حاجات خصوصية، يا رب يكون الورد اللي جبتهولك عجبك. هو فين الورد ده؟ أهو شمي. عجبك يا غالية؟ مين غالية؟ معرفش. خير يا بنتي؟ بص بصراحة أنا مش عارفة أجيبها لك إزاي. ايه حامل؟ اخص عليك يا رجاء، ما قلتليش. لا لا لا، انا ما جبتش سيره حمل خالص. لا لا لا، انا عملت حاجه غلط. انت حامل؟ لا والله يا دكتور، ده انا شريفه جدا والله. انا عملت حاجه غلط وخايفه اسال اي دكتور من اللي بيشتغلوا معانا هنا، مش بعيد يفصلني. محتاجه حضرتك بس في استشاره طبيه. لا يا بنتي، احنا علينا للطب واهل الطب. الله يخليك يا دكتور. بص حضرتك، في نزيل عندنا في غرفه 512 مريض، دخلت عليه لقيته نبضه ضعيف جدا ووشه مصفر، اديته 2 مللي سالين. بعد شويه دخلت اطمن عليه، لقيته برضه نبضه ضعيف ووشه مصفر اكتر، اديته كماله 2 مللي سالين. ما فقش يا دكتور ومش عارفه اعمل ايه. اديله بيتادين. بيتادين؟ ايه لازمه البيتادين؟ ايوه احنا لازم نطهر قبل ما نفتح. نفتح؟ ايوه ما احنا لازم نفتح عشان يفوق. بصراحة أنا مش فاهمة حاجة يا دكتور. يعني أنا اللي فاهم، قصدي أقول يعني بصي، اديله 2 مللي تاني واتكل على الله. بصراحة أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا دكتور. لا يا بنتي ما تشكرنيش ولا حاجة، المهم أنتي تاخدي بالك من نفسك، ها، وتاكلي كويس وتشربي كويس عشان يمكن تطولي عن كده، وأعدي عليا يوم الأربعاء. ربنا يخليك للطب، ما يحرمناش منك أبدا يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور، ريحتني. ربنا يريح قلبك يا دكتور. الحمد لله ما فيش حد. اخبار عروسه المولد ايه؟ لا اطمني، الممرضه طمنتني عليكي الحمد لله. هو حاله سراوند اوف سيستم باي باس في هرمونيكا في ريزوباس في كاسكاريكا باك بروجكشن. عشان كده كنت حاسه ان قلبي في دي جي بالعوالم كلهم والرقصين. لا خير ان شاء الله. ماما ماما يا حبيبتي. الحق امك يا عزمي. الف سلامه يا حبيبتي. سلامتك سلامتك يا حماتي، الف سلامه. ايه اللي حصل بس؟ ابدا، انا ماشي في الشارع لقيت العيال عاملين زيطه، الحاجه عامله كسكسي، الحاجه عامله كسكسي. هي عليها كسكسي ما حصلش، قلت اطلع كل لقمه. طلعت ولسه قاعدين على الكنبه بنتكلم، فرفرت مني. ايه؟ وانت ايه اللي دخلك البيت وانا مش موجود؟ وعملت لي ايه على الكنبه خلاها تفرفر يا عم فايق؟ لا حبيبي ما تفهمش غلط، احنا كنا قاعدين نتفرج في التلفزيون، كان برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا حاجه كده. خلاص بقى يا عزمي خلاص، اكيد خاله مش هيهرب يعني، نتكلم بعدين. عيب عيب يا عزمي، واما بعد الظن اسم. انا كنت بفرفر، اتصلت بيه ده لحقني، كنت خلاص حفيص، جابني على هنا. امك كانت في خبر، كان بتفيص. معاش ولا كان اللي خليك تفيصي يا فيصه؟ حطوا لي الكورتيزون اللي باقي في الثلاجه علشان ما يحمضش. يلا سلام. ها كتكوتتنا الحلوه عامله ايه؟ ايه ده؟ اشجان؟ ايه ده؟ انور، ايه الصدفه دي؟ ياه عاش من شافك يا اشجان. شوفي بقى، بقالنا كام سنة ما تقابلناش، وحشاني جدا يا بنت الإيه. أنت اللي وحشني جدا يا ابن الإيه. أنتوا مالكوا يا ولاد الإيه؟ ده أنور. والله؟ أنور مين؟ أنور كان معايا في الجامعة، ده أحسن واحد كان يطلع رحلات بقى لفايد والمعمورة. يا أشجان، كانت أيام. فاكرة جمصة 2002؟
طبعا ودي واحدة تتنسي. كنا نفضل طول الليل والنهار ناكل في ايس كريم. كنت بتحبيه بالفراوله تقريبا مش كده؟ لسه بتحبي الفراوله؟ لا خلاص دي جابت لي الرجي دلوقتي. بس لا ما حدش جابها لي من بعدك يا انور. انور ايوه يا حاجه. سيبك يا ابني من شاطئ الذكريات اللي فتحته وتعالى شوف اكل عيشك بدل ما تترفد. طبعا تأمريني بعد اذنك كده لو سمحت شويه. ركزي بقى معايا يا حاجه، عايزك تركزي جدا جدا جدا. وحشاني يا شجنجن. قولي لا 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 يا ابني. اقول ولا لا ولا لا يا حاجه؟ انت كويسه هتبقي زي الحصان. بس طريقتك تقول ان انا زي الحمار. لا 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 لا، اغلوا البروفين لحد ما يفور، بعد كده هدوا النار عليه وغطوه. لا ما تجادلش معايا، قلت لك ما تحطش ملح. انا دقته لقيته كويس. يلا سلام. طمني يا انور ايه الاخبار؟ والله يا اشجان ماشي الحال، من الشغل للبيت للمستشفى، والله ما بقعد خالص. بس الحقيقه انا عايز اصرحك بحاجه، من ساعه ما بعدتي عني وانا مش قادر انساكي. مش قادر تنسى مين يا هلا؟ ايه ده؟ شوف إيه؟ انا مبقوق منك من الصبح وسكيت لك. بقول لك ايه، بسالك عن نفسك، بسالك عن الحاله. هو ده اللي سبتيني علشانه؟ عموما الحاله حرجه جدا، عندها 4 شرايين مسدوده، يعني محتاجه تركب فرنج 3 دعامات كده، محتاجه تركب محبس علشان ما تنقطش، ده غير طقم سيور. انتوا عايزين تستلموها امتى؟ في اسرع وقت. قالت بخ يا جاريه، كلف يا سيدي. افندم العمليه دي بالصلاه على النبي هتكلف 400,000 جنيه. ايه؟ 450,000 جنيه. 450,000؟ الاسعار بتزيد كل ثانيه. وعموما انا كده عامل معاكم الواجب وزياده، الحاجه بقت اسعارها نار. الدعامة اللي كنت بشتريها ب 20-30,000 جنيه دلوقتي عاملة 100,000 جنيه وزيادة، وكمان مش موجودة. يا ريتها موجودة، موجود منها الكوري والصيني المضروب اللي بيبوظ بعد 2-3 شهر. زي ما انتم عارفين بقى، الدولار رفع ورفعنا كلنا معاه. عموما انا هشيل مصنعيتي وكله لاجل خاطر عيونك يا اشجان. ما تخليك معايا بقى بدل ما بوظ لك عيونك دول. عموما انا هظبط اموري وابقى قد عليك يا اسطى في المحل، في المستشفى. على البركه، بس يا ريت ما تتاخرش عليا علشان ما الضمش يعني في شغلانه تانية. انت عارف احنا في سيزون. كل سنه وانت طيب. واطي طول عمره واطي. سيزون ايه بتاع الدعامات ده؟ دكتور ده ولا سباك؟ ما حكيتليش يعني عن الصنايع ده قبل كده. انت بتغير عليا يا عزمي، يعني ده كان حب من طرف واحد على فكره، ومن ساعه ما جالي الرجي من الفراوله وانا قطعت معاه. خلينا في المهم، هنشطب عنده ولا هنروح مركز تاني؟ هنشطب عنده طبعا، هنستخسر في امي اشجان. اخس عليك يا عزمي، انا ممكن استخسر في حماتي طنط رجاء. اصيله طول عمرك يا اشجان. بس الحقيقه ابقى من الميت بصراحه. ونعم بالله، ميت؟ كمان موتت امي؟ اخس عليك يا عزمي، بعد الشر عليها، انا ما قلتش كده، انا اقصد هندفع مصاريف مدرسه بوتي كلها يعني. ايوه ما ندفعها، وايه المشكله؟ دي امي، امي. خلاص سمعت، انا عارفه انها امك، وانا قلت انها عمتك، انا بتكلم عن المصاريف. قصدي بس يعني الام. مش فاهم بس ايه اللي بيحصل لنا ده؟ فلوس حرام دي ولا ايه؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ المستشفى بتولع ولا ايه؟ ايه في ايه؟ وات هابن؟ لو سمحت صفاره الانذار دي في ايه؟ المريض اللي في 512 تعيش انت. المريض اللي في 512 تعيش انت؟ بتاع البتادين؟ الصرصار اللي انت مركبه لي ده؟ طب كنت هات لي عربيه باربع ببان زي البني ادمين. ليه؟ هو احنا زي البني ادمين؟ على رايك. تريقي تريقي، عمرك انت ما هتوصلي لدماغي. انا قصدي يعني طالما في قرشين حوشهم للزمن. اعتبريني انا الزمن. ماشي يا عم الزمن. ايه ده، كويس انك لقيتها. طب ده انا كنت دايخه عليها. حاسبه يا مجنونه، دي تفويله العربيه شهر. هو ده بس البنزين؟ مش قلت لك عمرك ما هتوصلي لدماغي؟ عبقري يا عطا. لو قلت لك كمان هنفكر نسترزق من وراها. قولي لي ازاي؟ ازاي؟ معرفش. انت عبيط يلا. قصدي يعني بفكر كده انزلها الملاهي الليل، نرفع الاريا اللي هنا ده ونخليها تاخد دور وسط العربيات الكهرباء. فكره برضو. طب ودي نركنها عادي كده في الحاره؟ هركنها هنا مكان ما جبتها. والسايس جوه؟ جوه. برافو عليك يا عطاوتي، عبقري. اتفضل. نهار اسود، دي باينها لجنه يا عطا.
الرخص لو سمحت. الرخص لو سمحت. رخصك انت يا مدهول. رخصك انت يا مدهول. نعم يا حبيبي. لمؤاخذة يا باشا، اصل دي مش عربية، دي اللعبة بتاع الواد ابني وانا طالع اجربها له. ده ماشية بالريموت يا باشا. يا ابني هات الرخص ما تتعبنيش. ومن الاخر يا باشا كده دي مالهاش رخص، دي انا جايبها بالريسيت ده. لو سيادتك حابب ترجعها يا ريت قبل 14 يوم. ده انت بتستهبل بقى. خليها على جنب. يا لهوي ما لحقناش نتهنى بالعربية يا عطا. عيب عليك، انت متجوزة فاست اند فيوريوس. يا لهوي. انا آسف والله يا باشا ما قصدي. هي انا رفعت الهند اقول كل حاجة. اقول كل حاجة. تفتكر هيعترف علينا المتخلف ده؟ مفيش حبيبتي، حتى لو العسكري شافه هيفتكره عيل تايه لسه مولود. والله انا خايف يكون اعترف علينا. ما تقلقوش ما تقلقوش انا هتصرف. عطا، بعد بحر الليمون اللي انت شربته ده اهدى بقى كده وفهمني، هربت من الكمين ليه يا عطا؟ عملت ايه وخايف من البوليس؟ عملت جرجاوه يا باشا، ام صلحي ما كانش مصدقني وغفلنا الديك وحرمه، والدكتور ما كانش مانوسي، والدب القطبي جوه، والبطه البريه. يا باشا احنا مظلومين يا باشا، احنا بنسمع كلام القبطان والقبطانه. ايوه القبطان والقبطانه والبطه البريه، وكان اسمها فوزيه. بطه ايه ودبه ايه؟ انت هتعمل لي فيها جدو علي ولا تبال بحاجه؟ يلا صباح الخير يا نبيل بيه. اهلا امهر بيه، نورت الاسم كله. ايه الغيبه الطويله دي يا باشا؟ اعمل ايه، القضيه الجديده شاغله كل تفكيري، واخده كل وقتي. وما وصلتوش لحاجه لسه ولا ايه؟ للاسف لا، العيال دي باين عليها حويطه قوي. بس حويطه على مين؟ ده احنا معلمين لما الباب يخبط نعرف اللي بره مين. بشرفي بجيبهم واحد واحد. هدي نفسك يا قمر بيه، معلش. انا هادي اهو، ما عملتش حاجه. اللي قول لي، حضرت لي الفلاشه اللي قلت لك عليها، وحطيت لك عليها كل الاغاني اللي انت بتحبها. يا الله عليك يا نبيل بيه، انت برنس. لا مش برنس، انت ترنس، اعلى من برنس بنقطتين. اسيبك بقى تكمل التحقيق مع المجرمين والقتله دول. شكرا شكرا نبيل بيه. الف سلامه يا عمر بيه. ها يا ابني مش هتنطق يا باشا؟ انا بقول الحقيقه، ده موسى كان بيخون شيرين. اها شيرين، حطيت لي البوم شيرين اللي انا قلت لك عليه. عيب عليك، دن حصل يا عمر بيه. يا الله عليك يا محلي اوقاتي، انت مش برنس، لا انت ترنس، اعلى من برنس بنقطتين. اسيبك بقى الفلاش لو سمحت. الو شكرا. الف سلام. مساء الخير. انا نيفين قرى المحاميه. شويه زن 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 تنزلي على الكهرباء، عجيبه جدا. طب ايه يا استاذ؟ لا مؤاخذة مش تتفتح ولا ايه؟ معلش اتفضل اتفضل على مكتبك. مكتبي انا مش شغال هنا. اتفضل يا استاذ جدك، فشكوا مصلحتك. اتفضل اتفضل، يقعد يقاوح ويقول لي انا لو مؤاخذة والكلام فارغ. يا عمر باشا حضرتك رايح فين؟ في حصان انت كمان، زن زن على التليفون، ما اعرفش اقعد في المكتب اتفرج على الفلاشة. فلاشة ايه يا فندم؟ احنا جايين الاسم نعمل ايه؟ عملية جديدة وبرضه ظهر فيها الكلب. اها الكلب ده اغنى مني ومنك يا حسام دلوقتي. عملوا ايه الكلاب دول؟ نصبوا على معلم هو ومراته، خدوا منهم شنطة فلوس وعقدة ألماس. شنطة فلوس كبيرة وعقدة ألماس؟ والكلب ده كان دوره إيه إن شاء الله؟ الكلب يا فندم كان الطعم اللي وقعه بيه. نعم يا أفندي، الكلب كان الطعم وإحنا بنصطاد سمك؟ يعني المجرمين دلدلوا الكلب سمك في سنارة وقعدوا يصطادوا بيه الضحايا؟ يا فندم أنا مقصود كان الطعم اللي أغروا بيه الضحية. أغروا بيه الضحية؟ يعني لبسوا الكلب قميص نوم وقعدوا يرقصوا له الضحايا؟ إيه الكلام الفارغ ده يا فندم؟ يا فندم اللي حضرتك أنا شايف فيه هرتلة فكرية. هرتلة هرتلة. في مراهقة إبداعية. يا أمهر باشا. في طفولة. يا فندم الطعم، الطعم يا فندم اللي وقعوا بيه الضحية حضرتك مش فاهمها، وحضرتك خريج شرطة جامعة إيه؟ جامعة الزقازيق. الزقازيق. الله يخرب بيت الوسطى اللي حدفتكوا علينا. إيه الكلام الفارغ ده؟ خلاص يا حسام ما تقلبش وشك على الصبح. تعالى يا حسام ناخد سيلفي. تعالى تعالى فك بقى. احترم نفسك يا استاذ، هتاخد سيلفي هنا. الله يخرب بيت الوسطى اللي حدفتكوا علينا. ما علينا. لو فين حجيبك؟ لو في البحر حجيبك. اوه فرنش بولدوج. فعلا دي فراسة أهنيك عليها، فعلا فرنش بالدوج. يا ريت عند سعادتك ألاقي الأنثى بتاعته نتاية عشان معتمد. معذرة أنا مش فاهم، معتمد ده ابن حضرتك؟ لا يا فندم، ده الكلب بتاعي نفس الفصيلة، فرنش بولدوج يوركشاير. أوه
انت بتفهم في النوع ده واد كويس؟ حريف. لو سمحت يا فندم، عايز نمره حضرتك عشان اتواصل معاك، لان هحتاجك بخصوص النوع ده واد. على ما اذكر وعلى ما اعتقد هي النمره بتبتدي ب انصر دينك يا استاذه، خرجتنا من القضيه زي الشعره من العجين. انت تقفل بقك خالص، تعترف علينا كده في اول ثانيه؟ ده يا دوبك سقوك شويه ليمون، امال لو كانوا علقوك في الفلك يا جماعه. حطوا نفسكم مكاني. تعالى مكاني. ايه ليه؟ اشوف اللي حصل. قصدي ساعتها يعني الضابط راح باصص لي في عيني جامد كده وراح قايل لي الرخص. وانت مطلع ام الرخصه ليه؟ مش عشان يسالوك عليها؟ يبقى يا قبطان قطع من اللحظه دي، انت من طريق واحنا من طريق. ليه ما نروح مع بعض؟ يا جماعه ما تسيبونيش معاه لوحدي، ده خطر عليا وعلى اللي في بطني. جريه يا اخوانا، او انتوا عايزين تفوتوني ازاي دلوقتي؟ ده مفيش عصابه كانت تكمل من غيري، ده انا خيري على عصابه. يا ابني انت عباره عن دم الاجتماعي. دم الايه؟ انت حب الشباب. شباب مين؟ انت حب الاطفال. حب قد كده؟ اقسم بالله اقتلك واريح الكوكب من غباوي. بس بس ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا لسه واقفين قدام الاسم. اهدوا شويه ويلا كل واحد يروح حته. يلا اتفرقوا بسرعه. يلا يا ساتر. ارهاق ارهاق. طمني يا دكتور. ايه ده؟ هو كان بياكلها جوه؟ بصوا يا جماعه، احنا كنا متفقين على 3 دعامات، بس انا لما فتحت لقيت في شريانين كمان محتاجين يتفوروا. طب ما تفورهم، انت سايب الست جوه وجاي تتكلم معانا هنا؟ على فكره انا ما بكلمكش انت اصلا، انا بكلم شجنجن. شجنجن يا ابني. لاحظ ان روح ماما في ايدي. ما تقلقيش يا اشجان، انا حطيت الحاج على افضل اجهزه التنفس، جهاز كده كنت شاريه من 4 سنين برخص التراب ب 4 مليون جنيه. شوف بقى دلوقتي يعمل كام. وطبعا كلنا عارفين ان لما الدولار رفع. الدولار رفع ورفعك معاه. اخلص، عايز كام بدل ما ارفعك انا؟ 600,000 جنيه. وده بس علشان خاطرك يا اشجان. واطلع اساله بره عن الاسعار. بقول لك ايه، معاك ولاعه؟ لا والله. طب ولعت ايه يا عم انت؟ ولعت ايه يا عم؟ استنى هنا، احنا لسه هنسال. دكتور انور، من فضلك خش قفل القلب وشوف شغلك. صحيح، اللي فاهم بيريح. بقول لك ايه، انا مش هوصيك. ها بقى من عينيا. بعدين يا عزمي هنعمل ايه؟ هستنى لما يخلص وكسر له وشه. انا بتكلم على الفلوس كده، احنا خلاص خلصنا اللي ورانا واللي قدامنا. طب واللي جنبنا؟ برضه خلص. يبقى مفيش قدامنا بقى غير اننا نكلم نيفين تاني. يا عزمي هننصب تاني؟ احنا مش قلنا اللي فاتت دي كانت العمليه الاخيره؟ واللي قبلها واللي قبل قبلها. دي امي اشجان. طب والعمر اللي كنا هنطلعها؟ تبقى حجه. طب والعجل اللي كنا هنذبحه؟ نذبح 3. معاك رقم نيفين؟ عزمي واشجان عاملين قلبان. عزمي واشجان عاملين قلبان. دول جني يا انس وعلى السسبنس وفي الاكشن جيتلي وجاكي شان. لا كمال وشادية ولا نور وبوسي، أشكان وعزمي لأ دول خصوصي.